بالقو بيروت أحيا الفنان محمد خيري ليلة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأجواء معه كالعادة كانت راقية. مش الحفل الزميلة أميرة عباس التقت محمد خيري اللي تحدث عن العيد وعن حفله بلبنان. هو شغلي كل عام وأنتم بألف خير، الله يا رب يعيدوا عليكم بالصحة والعافية والسلامة والأمان، هي أهم شيء. جمهور لبناني جمهور أنا كتير عزيز على قلبي وغالي، و يعني لما بطلع عم بيكون في أجواء حلوة، في سلطنة، في شيء مفتقدينه بهالأيام عم بيكون موجود دائما مع محمد خيري. أنت دايما أصلا محبوب من الجمهور اللبناني وأنت ابن هالبلد، يعني أنا بس لقلك شغلة، أنا سوري بس الروح هي لبنانية أكيد. وبالفعل على المسرح أجواء القدود والطرب والفن الحلو كانت مسيطرة والكل كان منسجم. جانب أعماله القديمة المعروفة، محمد بهالحفل قدم أيضا أغنيته الجديدة يا سمرة، وسعادته كانت كبيرة بأصدقها. ما يسوى عمري من دونك، أنا عايش وجنوني، الموت هو اللي ومفهوني، يا أحلى ما في العمر. كتير راضي عنه وكتير مبسوط، وكتير مبسوط أول شغلة لأنه العالم حبتها، والغنية طلعت نتاج انه كلياتنا اتفقنا عليها، مش بس محمد خيري، هي كانتو ميوزيكا كلياتنا وافقنا انه هاي الغنية مزبوطة وكلياتنا حبيناها. اهم شيء الواحد يحب الشيء اللي بدي اقدمه ليوصل للناس. الناس عرفوك بالطرب والقدود الحلبية تحديدا، في كتير نجوم ضلن ضمن هيدا الإطار ما قدروا يطلعوا منه، بينما أنت عم تحاول بكل أعمالك إن كان بيا سمرة أو بأغنيتك الثانية عم تدمج هيدا الطرب اللي هو موجود بخامة صوتك اسم الله والموسيقى المعاصرة الحديثة. قديش برأيك هذا الشيء فيه صعوبة وتحدي؟ هلا بالعكس، هو هذا ما فيه صعوبة وتحدي، لكل إنسان مدرسة، إذا كانت هي المدرسة قوية بتخليك بتفتح لك أفق جديدة. يعني أنا اليوم غنيت اللون الطربي واللون الحلبي، بس كان هذا أساس لإلي، تمكنت من أداء غير ألوان. يعني بقدر أنا هلأ اليوم بغني، عم نزلت قبل يا سمرة غنية مصرية، وهلأ نزلنا يا سمرة اللي قبلها نزلنا باللهجة البيضة كمان. فمش يعني أنا من صار علي اللون الحلبي هو حكر، أكيد أنا بفتخر بمدينتي وبفتخر بتراثها، ولكن اليوم في جيل جديد بحب هذا اللون، بحبه بطريقة حلوة، أنا عم بقدر بوصل له وكتر خير الله. هذا يعني الشيء لأنه أنا عم بحسه قبل ما غني. يعني شركة انتو ميوزيكا عم تشرف على أعمال محمد خيري بالوقت الحالي، وعن هالتعاون مع الشركة والمنتج جيجي لمارا كان تحدث خيري بختام اللقاء. هذا إضافة لرصيدي أنا اليوم، إذا بكتب بالسيفي تبعي أنه أنا كنت يعني وما زلت مع انتو ميوزيكا اللي هي بإدارة جيجي لمارا، هذا شيء كتير يعني أنا يمكن في عالم كتير بتحسدني على هي القصة، وهي يمكن توفيق من الله والحمد لله رب العالمين. يعني أي عمل نحن عم نقوم فيه عم بيكون ناجح، والدليل على ذلك أنه الجمهور لما نحن عم نطلع من قدمة عم بيكون مبسوط. طيب شو تحضيراتك الجديدة؟ هلا حاليا طبعا يعني دائما نحن بنخلص العمل بنكون مبلشين، هلا عم ندور على عمل جديد، واكيد اليوم اي شيء رح ينزل هو اكيد رح يليق باول شغله بمحمد خيري وثاني بانتو ميوزيكا. كل التوفيق بنتمنى لك اياه يا محمد، وان شاء الله اغنيتك الجديده بتحقق المزيد والمزيد من النجاح والانتشار.